المعلومة ديالنا تتقول دعمت دراسة حديثة مثل كيقول في الحركة بركة، وكشفت أنه يمكن للبالغين من كبار السن إطالة الأعمار ديالهم، يعني الأمر بيد الله، ولكن على الأقل تكون الصحة جيدة وتحسين الأحوال ديالهم الصحية بقليل من التمارين أو الأنشطة اللي يمكن أنها تعمل على خفض خطر الوفاة بأمراض معينة. وكتدعم هذه الدراسة أبحاث سابقة وقديمة كانت قد أشارت إلى تقليل وقت الجلوس واستبداله بحركات خفيفة أمر مفيد لهاد الناس، مشيرة إلى أن المستويات الأعلى لأي نشاط بدني كتساعد في الابتعاد نوعا ما على القبر بالأمراض. وكتربط الدراسة المراجعة النرويجية لحوالي 36 ألف حالة دراسية زيادة في النشاط سواء كانت خفيفة أو لا مكثفة بانخفاض خطر الوفاة. وكيقول الباحثون أنه مع زيادة بسيطة في النشاط الخفيف بحال مثلا الغسيل ديال الصحون او اللواني، دونك انا قلت للنساء غيتقلقوا مني شويه، لان قالوا في هذه الدراسه بالمختصر المفيد اننا داك النشاط اللي كنعملوا في الكوزينه، داك غسيل اللواني وداك الجفاف والتسياق والتخمال، فهو حركه رياضيه بالنسبه لنا، وكيخلينا اننا نبعدوا على بزاف ديال الازمات القلبيه والدماغيه واشياء اخرى، وكيخلي ان العمر ديالنا على الاقل يكون في صحه جيده. دونك الدراسه هي هذه، فما بقاوش نتقلقوا من غسيلنا اللواني والمعان وغيرها، فلانها عندها فائده من غير النقاء ومن غير الترتيب ومن غير التنظيم. غير وحنا كندعو حتى الرجال حتى هما ما فيها بس باش انهم يثبتوا الصحه ديالهم يغسلوا معنا شويه ديال المعان. نمشيو دابا نستقبلوا بروفيسور محمد احسين. لاباس عليك؟ الحمد لله. كتغسل اللواني؟ ايوا لابدا. ياك لابدا، سورتو فاش كنستعمل سونتريفيجوز ولا كنستعمل الاكستراكتور دو جو، كنبدا من الاول كنغسل الخضره اللي غنوجد ليا والمدام والوليدات. وكان فاش كنسالي عاوتاني كنغسل ديك الاواني باش خدمت، باش كتوري لهم ها كيفاش كنخدموا كيفاش كنساليو. واللي دار شي حاجه يكملها، ماشي دونك بديت صوت لهم لو جو نخلي لهم داك الشيء يترمى في هذا. دونك اي حاجه بديتيها كملها باش كتولي هذه سنه، ماشي كما قلتي ماشي غير النساء هما اللي خصهم يقوموا بها، بالعكس خص تكون انت فرحان وانت كتوصب تصاوب ان جو لوليداتك، فرحان وانت كتغسل ديك المعينات وتحطهم بلاصتهم، فرحان انك كدير بحال هاد المسائل، يعني ولات مساله عاديه هكا. ومصاب نلقاو الوقت باش نجلسوا في الكوزينه ونعاونوا الازواج ديالنا والوليدات ديالنا. عرفتي دابا شحال من سيده غتقول سعدات المدام؟ لا والله لا بصح، والله لا بصح، هادشي راه ماشي عرفتي علاش؟ حيت كاين بعض الرجال للاسف ربما تياخذوها انهم ضرب في رجولتهم، كيقول لك انا نوقف في الكوزينه ندير، ولكن هي بالعكس مساعده، بالعكس انك كتخفف من ذاك العبء اللي كيكون على المراه ديالك. وشفنا ان دراسه اليوم كتقول ان حتى ذاك التجفاف والغسيل الدلواني راه يطيل العمر، يعني ان الاعمار بيد الله. اي هذه حاجه ما يختلفوش على اثنين، ولكن على الاقل يبقى الانسان والضاين معاه الصحه ديالو. هادشي هذه الدراسه. وكيف يعقل كيف يعقل انني في القنوات كلها كنهز وكنقول لعباد الله كيفاش ديروا كيفاش ديروا كيفاش ديروا، ونبقى نهضر غير بالشفوي، خصك يكون قولا وفعلا.